قدم معرض الشرق الأوسط للساعات والمجوهرات المقام في مركز إكسبو الشارقة مجموعات فريدة ومتنوعة من أطقم الذهب والمجوهرات والساعات الثمينة التي عرضت من قبل أهم العلامات التجارية العالمية والشركات المحلية. وأبرز العارضون كل ما هو جديد ومميز لجذب أكبر عدد ممكن من المقيمين والسياح، إذ عرضت مجوهرات سالم الشعيبي أطقم ماسية فخمة بلغ سعر الواحد منها أكثر من 1,000,000 درهم. كما شاركت العلامة العالمية للألماس والمجوهرات كي جي كي حيث قدمت طقما من الألماس الملون تبلغ قيمته 1,800,000 درهم. فيما حرصت شركة هاسن واي تايلندية على التميز في عروضها فقدمت مجوهرات وأحجارا بأحجام كبيرة من بينها خاتم ضخم.